محاولة النظام المغربي وأزلامه من العياشة من الذباب من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي السطو السطو على كل ما هو جزائري للأسف الشديد هذا لا يقتصر على المغاربة فقط لكل صراحة أنا صار لي الآن تقريباً 15 سنة وأكثر وأنا في المهجر في الغربة زرت كثير من دول العالم سواء في المشرق العربي الخليج أو في أوروبا أجد تمور تمور جزائرية مئة بالمئة تمر جزائري دقلت نور من بسكرة نوجدها تباع في الامارات في دبي او في قطر او في سلطنه عمان او في باريس او في مدريد برشلونه في لندن في بريكسل في جنيف في كل كثير من الدول تباع على اساس انها تمور لدوله عربيه اخرى او لدول عربيه اخرى وانا متاكد ونعرفها وحافظها وشامها انها جزائريه يروحوا يدوا التمر الجزائري بالاطنان يغلفوه في أمبالاج جديد ويكتبوا فيه صنع أو إنتاج الدولة فلان ويتباع على أساس أنه تونسي أو مغربي أو ليبي أو أي دولة ولكنه جزائري مئة هنا السؤال يطرح على ممثلي القنصليات الجزائرية والسفارات الجزائرية خاصة وأنه عدنا في كل سفارة تقريباً تقريبا في كل سفرة عندنا ملحق ثقافي عندنا ملحق تجاري يا أخي تحركوا يا أخي تحركوا اكتبوا انتفضوا هذه التمور جزائرية احتجوا هذا اسمه اعتداء على التراث الجزائري لأن التمور الجزائرية تراث لا ما تراث مادي تمر هذا راهو تراث ثقافة 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 جزائرية هذا التمر هذا راهو تراث المقروط تراث جزائري الحلويات التقليدية الجزائرية تراث اللباس الجزائري تراث البرنوس الجزائري تراث الراي الجزائري الغناء تراث البربوشة الطعام الكسكس الجزائري تراث لازم نتحركوا الآن أنا أطلب وأطالب السلطات الجزائرية في ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الثقافة ووزارة التجارة أنه يكون فيه لجان مشتركة لمتابعة هذه التجاوزات وهذا التعدي الصارخ على كل ما هو جزائري لدرجة أننا وصلنا إلى سرقة المرأة النيلية يا أخي شوف مرأة نايلية مرأة نايلية بالحلي واللباس النايلي المعترف بها دوليا يتم السطو عليها في كندا في موريال وسموها على اساس انها مغربية يا اخي هذه جزائرية الغريب في الامر انه السرقة هذه حدثت قبل تقريبا عشر سنوات ماشي اليوم فقط لانه هذه راهي صرات في 17 ديسمبر 2016 المملكة المغربية دار المغرب يقدم هذه اللوحة على أساس أنها لوحة لمرأة مغربية بل يعني أمر خطير 17 ديسمبر 2016 هذه اللوحة بينما هي صورة للمرأة النيلية اللي معروفة على المستوى العالمي تدخل جوجل تبحث بحث بسيط توجد أن هذه الصورة ماركة مسجلة للمرأة النايلية الجلفوية معروف على مستوى العالم هنا المغاربه حاولوا يستولوا عليها في المركز الثقافي المغربي في موريال او مونتريال في كندا ويقولوا انها نيل انها مغربيه ومصورينها مع الحسن الملك محمد السادس اين هو السفير الجزائري في كندا اين هو القنصل الجزائري اين هو الملحق الثقافي اين هو الملحق التجاري اين هم المسؤولين الجزائريين والرقم يا ناس يسرقوا لكم تراث شوفوا هذه اللوحة الزيتية لوحة زيتية للمرأة الجزائرية المغاربة ناشرينها على أساس أنها مغربية هاي قدامكم المرأة الجزائرية في الشقة تاعها هم يقول لك في الدار تاعها يعني التراث الجزائري المرأة العاصمية في الجزائر هاي باينة سارقينها المغاربة على أساس أنها مرأة مغربية سارقين التراث نتاعنا اين هي الممثليات الدبلوماسيه وراها وزاره الخارجيه السفارات الجزائريه القنصليات الممثليات الثقافيه الملحق الثقافي الملحق التجاري الملحق الامني الملحق العسكري الملحق السياسي وراهم يا اخي تحركوا المغاربه راهم يحوسوا يستولي على كلش كما قال الرئيس تبون قال لك اللي شافوها قالوا لينا واللي سمعوا بها ماش عارف واش المثل اللي, اللي يكملوا تبون، أي حاجة يشموها تاعنا هذه، يا عباد ربي هذه جلفوية نايلية. المغرب ما عندهمش ولاد نايل، ما عندهمش عرش ولاد نايل، عرش ولاد نايل موجود في الجزائر فقط. هو أكبر عرش في, في العالم العربي. كما أتوجه بهذا النداء للجزائريين الشرفاء الأحرار، دافعوا على تراثكم يا ناس. أنا نحيي الأخوات اللي شاركوا في معرض باريس الدولي قبل أسبوع. اللي رحت انا زرتهم اللي وقفوا الحرائر الجزائريه الفحلات الفحلات اللي وقفوا وقفوا قوة للدفاع عن التراث الجزائري للدفاع عن اللباس الجزائري للدفاع عن الحلويات التقليديه الجزائريه انا نطلب من كل الجزائريين والجزائريات المنتشرين عبر بقاع العالم دافعوا على تراثكم دافعوا على حضارتكم دافعوا على عاداتكم وتقاليدكم ما تخلوش يدوكم حقكم ما تخليوش يدوكم حقكم سواء كانوا المغاربة أو غيرهم وخاصة المغاربة لأنه بصراحة باقي الدول ما سمعناش مع احترام الإخوة التوانسة التوانسة الدولة التمر برك دقلة نور الجزائرية يديروها تمور تونسية وهي حقيقة جزائرية الجزائرية 100 يشروها من الجزائر يدوها لتونس يوم باليوها في صاشيه في بايت صغار ويبيعوها على اساس انها تونسيه وهذا امر غير مقبول. نعم توجد تمور في تونس في الجنوب في منطقه توزر والصحراء التونسيه لكنها تمور تختلف اختلاف تام عن التمور الجزائريه اللي هي دقله نور. دقله نور تاع طولقه وبسكره لا توجد الا في منطقه بسكره. يعني التمور دقله نور اللي موجوده في بسكره لا توجد في تونس. مستحيل. ولا توجد في العراق ولا في ليبيا ولا في أي دولة ولا في السعودية ولا في أي دولة دقلة نور موجودة في الجزائر فقط بعض الإخوة التوانسة سامحهم الله يشروا كميات كبيرة من التمور الجزائرية دقلة نور يدوها لتونس في منطقة يسموها بن عروس في تونس أنا نعرفها ورحت ليها يوم بالي والتمر في بايت صغار تاع رطل كيلو زوج كيلو ويكتبوا فيها تمور تونسية لكن هي مش تمور تونسية تمور جزائرية بينما المغرب يدو كلش لو يقول يقولك تاعنا برنوس تاعهم القندوره تاعهم الجبهه تاعهم المقروط نتاعهم قلب اللوز تاعهم يعني كل حاجه جزائريه يحبوا ينسبوها لهم سرقه التراث الجزائري الراي الكسكس كل حاجه كل حاجه اصبحوا يسرقوا حتى الفنانين يقولك هذا فنان جزائري هو هذا فنان مغربي هو فنان جزائري فنان جزائري ابعن جد هما يقول لك لا هذا مغربي اذا اطلب من الجزائريين الشرفاء الاحرار الدفاع على ثقافتهم الدفاع على تراثهم الدفاع على عاداتهم وتقاليدهم الدفاع وبكل قوه لأن هذه حقوق ومكاسب جزائريه 100% ضحى من اجلها ملايين الشهداء لا نسمح لاي كائن كان ان يستولي على تراثنا على ثقافتنا على حضارتنا على عاداتنا على تقاليدنا